فريق باتشوكا مش فريق سهل. مش فريق سهل؟ لا طبعا طبعا مش فريق سهل. طيب حضرتوا زي الماتش والاجتماعات مع اللجنه المنظمه وفكره بقى الدخلات والتيفو والتذاكر كواليس بقى مع المستشار؟ الكواليس كتير جدا والتفاصيل كتيره جدا. احنا بدانا مع اللجنه المنظمه من قبل مباراه العين، ويمكن تستغرب لما اقول لك من قبل مباراه العين، وده كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كمان، انه اللجنه المنظمه للبطوله تتواصل مع جماهير النادي الاهلي قبل ما تعرف الاهلي هيلعب ولا لا. ده من ضمن شغفهم وحبهم ورغبتهم ان النادي الاهلي يكون موجود، لانه الكل بيراهن على النادي الاهلي في نجاح البطوله. وبدانا نبدا نشتغل في موضوع التذاكر، موضوع البنرات، موضوع التجهيزات الخاصه بالمباراه. والجزء الثاني كان موضوع تسهيل استقبال جماهير الاهلي اللي جايه من كل مكان في العالم، يعني في عدد كبير جدا جاي من مصر، وعدد كبير جاي من دول الخليج، من امريكا، من كندا، من دول اوروبا، فكان عندنا كمان واجب الضيافه وحسن الضيافه للجماهير دي، انه نسهل لهم امور الاقامه والتاشيرات وخلافه. بالنسبه للتجهيزات طبعا احنا شغالين على قدم وساق، ويمكن انت اتشرفنا ان انت مريت على شرف ليا طبعا خليه النحل اللي كان شغال امبارح. كل واحد بيشتغل وبيقوم بدوره، الحمد لله النهارده احنا ليله المباراه اقدر اقول لك دلوقتي واطمن كل جمهور الاهلي في مصر وفي كل مكان في العالم ان احنا جاهزين لمباراه بكره. اللاعب رقم واحد جاهز للمباراه بكره ان شاء الله، وبامر الله هو ده بالاضافه للدوافع عند النادي الاهلي اللي موجوده، ده عنصر القوه الاساسي للنادي الاهلي بكره هو جمهور النادي الاهلي، فجاهزين ومستعدين. مش هنتكلم في تفاصيل التيف ونخليها مفاجاه ان شاء الله في المباراه. طيب. بمناسبه الترند، في هاشتاج دلوقتي زي ما انتم شايفينه على شاشه قناه الاهلي، الاهلي والتحدي، يعني الاهلي التحدي، مباراه وكاس ان شاء الله باذن الله تكون يعني كاس جديده قاريه للنادي الاهلي. شاركوا في التفاعل مع هذا الهاشتاج، الهاشتاج ده باذن الله من النهارده لغايه بكره يكون ترند رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي، الاهلي التحدي هاشتاج على شاشه قناه الاهلي. اعتقد محتاجين نشتغل على فكره التفاعل عشان الجماهير بكره تبقى رايحه. هاشتاج جميل جدا ومناسب للي احنا بنعمله. يعني هو كاس التحدي ولكن هو تحدي جديد للنادي الاهلي، لان الموضوع بالنسبه لنا دلوقتي مختلف عن كل بطوله. انت النهارده لما لو كسبنا ماتش بكره احنا كسبنا بطوله قاريه اكيد، ووصلنا لنهائي كاس العالم لاول مره، فهو تحدي بمعنى الكلمه. وان شاء الله اذا كسبنا التحدي هنكسب كاس التحدي. مستنيين